الدب مقابل الغوريلا، من سوف ينتصر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. تم طلب هذه الحلقة من قبل صديقنا محمد. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ ضغط لايك. أهلا بكم في سلسلة المقارنات. أولا هنبدأ نتكلم عن الغوريلا. الغوريلا وكلمنا عنها في كتير من الحلقات، هي واحدة من أقوى الحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، وبتمتلك عضة واحدة من أقوى العضات في العالم. وزن الغوريلا ساعات بيوصل 200 كيلو جرام، ودي حالة نادرة جدا، وآخره 160 كيلو جرام. الغوريلات بتعيش في جماعات على طول، وبيكون في ذكر مهم للمجموعة، وبيكون هو السيد والرئيس والمسؤول على كل حاجة في القطيع، وهو ممكن يقدر يقاتل لمدى ما يقدر عشان يحمي عيلته. هو حيوان قوي وذكي جدا. الغوريلات كمان بتمتلك عضلات ضخمة، ولكن هي أكيد مش زي عضلات الدب، ولكن هي عضلات ضخمة، ده بأس بها. أضف لمعلوماتك الذكاء الحاد الذي لا يمكن لأي حيوان من أغلى منافسينه الحصول عليه. تعال بقى كده للدب. الدببة هي حيوانات قوية ومن أضخم الحيوانات في العالم. الدب الأشيب تاني أضخم مفترس في العالم، وبيجي بعده النمر السيبيري، وأول واحد هو الدب القطبي. الدب القطبي، الدب الأشيب، النمر السيبيري، والدب كاودياك. كل دببة هي حيوانات قوية جدا، فيها نفس عالي، ممكن تقاتل بكل شراسة وبقوة وبدون توقف، والمدة كبيرة. الدببة دي حيوانات قوية جدا، وعضتها هو أقل من الغوريلا، لكن عضتها كبيرة جدا، تتخطى الأسود والنمور وحتى الضباع. ده قوة عضة كبيرة جدا. أضف بقى قوتها الفروه اللي بيحميها من كثرة الضربات. يلا للمقارنة. أولا الحجم، بيوصل حجم الدب لحوالي 635، يعني عارف يعني ايه؟ 3 أضعاف أحجام الغوريلا. شايف الفرق الشاسع في الحجم؟ بينما بقى قوة العضة، فقوة عضة الدب 534 كيلو جرام، بينما قوة عضة الغوريلا 578 كيلو جرام، فأكيد الغوريلا تتفوق في قوة العضة. أما بالنسبة للذكاء، فالغوريلا واحدة من أذكى الحيوانات في العالم، وكلمنا في الموضوع ده أكتر من 100,000 مرة. الغوريلا من أذكى الحيوانات في العالم، فبكل تأكيد في نقطة السرعة بقى، السرعة هتتفوق الدب، هيتفوق الدب بشكل رهيب. فعشان بقى كده عرفنا مين الأسرع، يلا بينا للنهاية. هيفوز الدب بنسبة 71%، والغوريلا 29%. يحيى الدب. سلام، كان معاكم قناة أسرار عالم الحيوان.